صباح الخير، يا رب تكونوا كلكم بخير ومبسوطين وانتوا بتشوفوني النهارده. انا عارفه ان انا غبت شويه، كانت اطول بريك تقريبا اخدته من اول ما بدات يوتيوب، بس اديني رجعت ومتحمسه نعمل شويه فيديوز حلوين الفتره دي. النهارده تحديدا هنعمل فرايد تشيكن. لو كل اللي تعرفوه عن الفرايد تشيكن هي فراخ كي اف سي والحاجات دي، النهارده عايزين نغير الفكره دي تمام. هوريكم النهارده ازاي اخدت شويه فراخ عملتها بثلاث طرق مختلفه من ثلاث دول مختلفه، كل واحده طعمها مختلف، تتبيلتها وقرمشتها مختلفه عن الثانيه. هنعمل نسخه من اليابان اسمها كاراجي، اكلناها انا واحمد لما كنا في اجازه من فتره، وكنت بقول اول ما ارجع لازم اجرب اعملها معاكم. هنعمل كمان نسخه من البرازيل تتبيلتها رهيبه، اول مره اكل فراخ مقليه ومن جوه تكون متبله وطعمها طعم الفراخ نفسها حلو قوي كده. وهنعمل كمان نسخه امريكيه بس مختلفه عن كي اف سي وبوبايز والحاجات دي، هنعمل الفراخ بتاعت ناشفيل، هوت تشيكن بتاعت ناشفيل، مدينه في امريكا بتعملها بطريقه مختلفه، بتبقى سبايسي قوي للناس اللي بتحب الحاجات السبايسي. ثلاثه حلوين وكل واحده فيهم مختلفه عن الثانيه. بعد ما تشوفوا الفيديو اكتبوا لي في الكومنتس انهي اكتر واحده فيهم عجبتكم. اول واحده هنبدا بيها، هنبدا بالجابانيز فرايد تشيكن او الكاراجي، الفراخ المرمشه على الطريقه اليابانيه مختلفه القرمشه بتاعتها، وشايفين شكل الطبقه من بره غريب ازاي، هنعرف دلوقتي هي بتتعمل ازاي، والتتبيله بتاعتها كمان طعمها ايجن كده فليفر للناس اللي بتحب الاكل الايجن، الطعم هيبقى حلو جدا. تعالي نشوف التتبيله، هي دي مكونات التتبيله اللي احنا هنحتاجها. انا مقطعه مستخدمه الورك، يعني يفضل تستخدمه في الوصفه دي الورك عشان يطلع جوسي وطري، مقطعاه مكعبات كبيره كده زي ما انتم شايفين. اديني التتبيله اللي هنقولها مناسبه لكميه تقريبا نص كيلو، كيلو الا ربع هتكون مناسبه ليها. هنحتاج اول حاجه شويه ثوم وزنجبيل. من الثوم مش هنكتر في التتبيله دي، هنحط فص واحد بس من الثوم، والزنجبيل الفريش بيدي طعم حلو قوي في التتبيله، هنستخدم منه حته صغيره، يعني هنكسر منه حته او هنقشر منه حته صغيره كده. هوريكم ازاي انا بقشر الكائن الغريب ده عشان في ناس مش بتعرف تتعامل معاه. باخد المعلقه دي، اسهل طريقه لتقشيره ان انا بمسكه وبقشره بالمعلقه. بعد ما بقشره وببشره باكتر مبشره تكون ناعمه عندي، هاخد تقريبا حوالي معلقتين صغيرين من الزنجبيل المبشور. بشرت كمان فص الثوم، وهزود بقى المكون الاساسي في التتبيله دي، هو الصويا صوص او صلصه الصويا اللي بتكون مملحه العاديه اللي مش مسكره اللي فيها اي حركات، هنحط منها تقريبا 4 معالق كبار. التتبيل كده بتاخد طعمها ولون الفراخ نفسها بيغمق شويه لانها بتمتص التتبيله، وبتطلع طعمها حلو جدا. وبما ان الصويا صوص اللي احنا مستخدمينه اصلا مالح فما حطيتش ملح، وهحط بس نص معلقه صغيره من الفلفل الاسود وبس كده. هي دي مكونات التتبيله، هقلب كل حاجه مع بعض لحد ما يتخلطوا كويس، وهغطيها وهسيبها تتنقع على قد ما اقدر. انا في التتبيلات الثلاثه اللي انا هوريها لكم النهارده سبتهم يوم كامل، يعني عملتهم قبلها بيوم وسبتهم طول الليل في التلاجه، على الاقل سيبوها ساعتين ثلاثه في التلاجه قبل ما تكملوا، بس طول الليل احسن. يجي بقى للجزء المختلف في الوصفه دي، وليه شكلها من بره شكل الكراست من بره مختلف كده، ده ان طريقه اعدادها مختلفه. احنا بناخد الميه والنشا نخلطهم مع بعض لحد ما يبقوا عاملين زي الحبيبات كده، ما يبقوش ناعمين باودر، يبقوا فيهم اوريدي تكتلات صغيره كده، وهي دي الكوتنج اللي احنا بنستخدمها واللي بتدي القرمشه اللي بتكون خفيفه شويه عن الدقيق العادي، يعني تحسوا القرمشه مش اللي هي بتوجع السنين، خفيفه بس في نفس الوقت مقرمشه جدا وبتدوم لوقت طويل، يعني تحسوا حتى بعد ما بتبرد كتير بتفضل كريسبي وما بتطراش خالص. تقدروا تستخدموا اي نوع من النشا، نشا الذره، نشا البطاطس، اي نوع من النشا ينفع. هنحط شويه صغيرين من الميه، شويه شويه نزود ميه ونقلب بالمعلقه كده لحد ما نحس انه بدا يعمل كور صغيره. شايفين بعد التقليب بقى شكل الخليط بتاع النشا والميه عامل ازاي؟ ما تزودوش كتير مره واحده، اقعدوا قلبوا لحد ما يبقى فيها زيك بالظبط كده، زي كور او تكتلات صغيره كده، دي اللي عايزينها تلزق على السطح بتاع الفراخ وتبقى مقرمشه جدا. كده الخليط بقى جاهز، هطلع بقى الفراخ بالتتبيله بتاعتها من التلاجه، هزود عليهم بيضه واحده ضربتها كده وضفتها، وهنحط كمان معلقه او معلقتين كبار من الدقيق عشان يتخلطوا مع السوائل، يخليها تقيله شويه بحيث ان الكوتنج يرضى يلزق فيها. نقلب البيض ورشه الدقيق مع بعض، نكون سايبين الزيت بيسخن جنبنا، وهنبدا ناخد الفراخ من الخلطه السائله اللي احنا عاملينها دي نلزقها بالراحه في الحبيبات او الكوتنج اللي عملناه بالنشا والميه، ولا عايزين نقعد نضغط عليها ولا اي حاجه، مجرد ان الحبيبات دي تلزق فيها ويبقى شكلها غريب كده. اول ما اطلعها من النشا على طول تنزل في الزيت، ما اقعدش اجمعهم عندي عشان النشا بيلزق بسهوله، فالزيت جنبي سخن وبشيلها من النشا احطها على طول في الزيت.
درجة حرارة الزيت تكون متوسطة. الناس العسولة اللي عندها الترمومتر بتاع المطبخ المفروض درجة الحرارة تكون في حدود 160 ل 170 مئوية، هي الدرجة المناسبة للفرايد تشيكن عامة. لو بنعمل أي فراخ مقلية تاخد وقتها علشان تستوي وما تحرقش بسرعة، وفي نفس الوقت ما تشربش زيت، ما يبقاش الزيت بارد قوي. اللي ما عندوش يخليها على المتوسط ويسيب الزيت يسخن كويس قبل ما يبدأ التسوية. بكمل كده لحد ما يبداوا ياخدوا لون ذهبي من كل الجوانب، وشوفوا بقى شكلهم بيبقوا شكل الكوت او الطبقه المرمشه بتاعتهم بره مختلفه، منخبشه كده مش عارفه اوصفها، وتحسوها كده كائنات فضائيه مش الفرايد تشيكن اللي احنا واخدين عليه. القرمشه بتاعت النشا احلى من قرمشه الدقيق. قرمشه النشا مميزه عن قرمشه الدقيق، بتبقى خفيفه ومقرمشه قوي كده، وطعم الصويا صوص لان الفراخ قعدت فيها كتير واخده التتبيله وطعمها حلو قوي. تأكدوا ان الزيت مش عالي قوي، يبقى على الهادي، ونسيبها تاخد وقتها لحد ما تقرمش. وعلى فكره اللي معموله بالنشا لونها ما بيغمقش قوي زي اللي معموله بالدقيق، يعني ما تحاولوش توصلوها للدهب الغامق، هو ده اخرها، بيبقى لونها فاتح شويه. اوريكم بقى ازاي بتتقدم، اليابانيين بياكلوها ازاي. غالبا بتتقدم مع حاجه، يعني لما بتكون حاجه مقليه او تقيله شويه بنتقدم جنبها حاجه فيها خضار او فريش عشان تخفف الموضوع كده. فهنقدم جنبها الملفوف او الكرومب الصغير اللي بتحط في السلطه، مش بتاع المحشي، الصغير اللي بيبقى مسكر شويه، ده اللي بنعمل بيه الكول سلو والحاجات دي. بيتقطع شرايح رفيعه قوي بالسكينه لحد ما يبقى زي السلطه كده خفيف، وبيتحط عليه مسحه من المايونيز. مش هنعمله دريسنج تقيله ولا اي حاجه، هي رشه من المايونيز والباقي ليمون. واللي انا مستخدماه ده كمان مايونيز، المايونيز الياباني اللي انا وريته لكم قبل كده في فيديو الساندوتشات اليابانيه، بيبقى اخف شويه من العادي. واهم حاجه بقى الطعم ما بيكملش من غيرها شرايح ليمون كتير. قدموها مع ليمون، ما تعصروش عليها الليمون لما تطلع، الليمون بيتعصر قبل ما ناكلها على طول عشان تفضل مقرمشه، الطعم ما بيكملش من غيره. قبل ما تاكلوها على طول تعصروا عليها الليمون، وبالهنا والشفا، بجد طعمها رهيب. وكل ما بتقعد اكتر في التتبيله بيبقى طعمها احلى. جربوها، مختلفه عن كي اف سي ومختلفه عن الحاجات دي، متاكده ان هي هتعجبكم جدا. دلوقتي بقى نشوف تاني واحدة اللي هي من البرازيل. الوصفة دي هتعجب قوي الناس اللي بتحب الحاجات اللي فيها طعم حامض، طعم الليمون واضح وطعم الثوم. هي اصلا التتبيلة بتاعتها عبارة عن ميكس ما بين النكهتين دول، ثوم كتير وليمون كتير، وثوم كتير بمعنى كتير، يعني كتروا على قد ما تقدروا، ممكن تحطوا 5-6 فصوص مع التتبيلة، وهنضيف كمان ثوم مقرمش بتتقدم معاها، ثوم مقرمش في الاخر، هوريكم كمان شوية بنعمله ازاي. تقدروا تستخدموا اي اجزاء من الفراخ انتوا عايزين تستخدموها، اللي فيها عظم المخلية من العظم، تستخدموا اجنحة، تستخدموا دبابيس صغيرة، بس كل ما كان الفراخ حجمها اصغر يكون احسن عشان تستوي من جوه. تبلت الاول برشة ملح وفلفل اسود عادية، وبعدين هنحط بقى ليمون. عصرت الليمون كله وحطيت من الثوم بقى كتير، 5-6 فصوص، لو انتوا بتحبوا الثوم قوي ممكن تكتروا اكتر زي ما انتوا عايزين. قلب كل حاجة مع بعض لحد ما تتوزع كويس، وهنغطيها. الليمون مش بس ان هو بيدخل في الفريخ وبيديلها طعم حلو، كمان بيخليها تقريبا كأنها نص سوا كده، يعني عارفين بتحسوا ان هي طريت قوي واستوت ولونها اتغير شوية كده، فبتستوي اسرع وبتبقى طرية جدا بعد ما بتستوي. اللي مستعجل يقدر يسيبها كام ساعة وخلاص ويسويها، اللي عنده وقت احلى حاجة ان الفراخ تساب في التتبيلة وقت كتير، فما بيبقاش فيها اي جزء اللي هي الطبقة اللي بره مقرمشة ومن جوه ملهاش طعم. لما نيجي بقى عند التسويه مش هنحتاج اضافات كتير ولا تغميسات كتير ولا حاجات كتير. الفراخ دي اصلا اللي بيميزها ان الطبقه المقرمشه اللي عليها من بره رفيعه جدا، دي للناس اللي ما بتحبش الكراست التقيله سميكه قوي دي حوالين الفراخ. عندي هنا شويه دقيق، حطيت له شويه توابل، ملح وفلفل اسود وبابريكا وشويه اوريجانو او زعتر، وهطلع الفراخ من التتبيله اغمسها في الدقيق على طول واقليها. بنفض زياده لانه النسخه البرازيلي دي اللي بيميزها ان الطبقه اللي عليها بره خفيفه جدا، فهي كوت واحده خفيفه وخلاص. هقليها برضو في درجة حرارة متوسطة لحد ما تستوي ولونها يبقى ذهبي، ولما يتاخد كلها لون حلو هطلعها، وده المفروض يكون شكلها زي ما انتم شايفين، تحسوا ان هو كأنه الجلد بس هو اللي مقرمش، قرمشتها خفيفة جدا معلهاش الطبقة السميكة دي. وطعم التتبيلة هو اهم حاجة فيها، طعم الثوم والليمون باين في الفراخ نفسها من جوه. هوريكم بقى كمان النسخة البرازيلي بتتقدم ازاي. بتتقدم معاها ثوم مقلي مقرمش، يبقى خفيف ومقرمش متقطع شرايح رفيعة كده تقريبا زي الشيبس. استخدمت الماندولين دي او بالسكينة نقطعه رفيع قوي قوي، وبعد ما نقطعهم شرايح هنزلهم في الزيت وهو سخن، ما بياخدوش اي وقت عشان ما يتحرقوش بسرعة، ونطلعهم اول ما يبقى لونهم ذهبي فاتح عشان هيغمقوا اكتر لما يطلعوا، ده المفروض يكون شكلهم. بنرش كمان رش على الوش كده، دول بنستخدمهم بنقدمهم مع الفراخ، بيترش على الوش، وبيترش كمان رشة بقدونس مفروم ناعم صغير فيها حاجة كده من البانيه اللي احنا متعودين عليه، بس طعم الثوم والليمون اوضح فيها كمان. عجبتني جدا جدا، واكتر واحدة انا متأكدة ان انا هكررها تاني، ويمكن اجرب اعملها في الاير فراير بدل القلي، بس التتبيلة نفسها اكيد هكررها، طعمها لذيذ.
تالت طريقة هنعملها من الولايات المتحدة الأمريكية، بالتحديد مدينة ناشفيل اللي بتعمل هوت تشيكن الحمراء الجميلة. احنا المرة دي مش هنستخدم طريقة التنبيلة اللي هي في سائل، هوريكم طريقة تانية بتأكد ان الفراخ ما تفصلش الطبقة المقرمشة عنها. اخدت صينية حطيت عليها شبكة وهحط عليها قطع الفراخ بتاعتي وهرش عليها ملح وفلفل اسود كويس جدا من الناحيتين، هتبلها من الناحيتين، هسيب الفراخ زي ما هي كده، هدخلها على الصينية في التلاجة طول الليل. الطبقة اللي بره هتنشف شوية، لونها هيتغير شوية كده، والملح هيخترق ويتغلغل جوه الفراخ وتبقى كلها متبلة بطريقة حلوة. الطريقة دي هي اللي بتخلي الطبقة المقرمشة اللي بره تبقى لازقة فيها وبتخليها متبلة وطعمها حلو ومقرمشة وجوسي في نفس الوقت. قبل ما نطلعها من التلاجة بقى هنحضر الخليط اللي احنا هنغمسها فيه. هنحتاج شوية من الباتر ميلك او اللبن الرايب، او تستخدموا حليب كامل الدسم وتعصروا عليه شوية ليمون، هحتاج تقريبا كوباية ونص. اللبن الرايب كمان ينفع، وزي ما قلت لكم، او تستخدموا الحليب وتعصروا عليه شوية ليمون وتسيبوه لحد ما يبقى متقطع كده شوية. وهنزود 3 معالق من اي هوت صوص انتوا بتحبوه. الصلصه الحاره ممكن نكتر منها شويه، انا ما حطيتش 3 معالق، حطيت تقريبا 4 أو 5 عشان بحب الاكل سبايسي. اللي مش عايزه سبايسي قوي يحط 3 معالق بس. والمكون كمان اللي بيديلها طعم مميز هنحط معلقتين من ميه المخلل، مخلل الخيار، الميه اللي بتبقى متخلله فيه دي معلقتين او 3. هنقلب كل حاجة مع بعض لحد ما البيض يتخلط كويس كده مع المكونات السائلة وكل حاجة تتداخل، وده الخليط السائل اللي هنغمس فيه الفراخ. الطبق اللي هنحط فيه دي يكون كبير كده عشان نعرف نحرك الفراخ فيه من غير ما تبهدل الدنيا، هي الدنيا كده كده هتتبهدل بس برضو نحاول. كل اللي هحط عليه شوية ملح وفلفل اسود بس. الفراخ بتاعتي تاني يوم بعد ما طلعت من التلاجة وبقت ناشفة كده شوية. ترتيب بقى الخطوات مهم. هاخد قطع الفرخة احطها الاول في الدقيق، اخلي عليها طبقة خفيفة كده من الدقيق، وبعدين اشيلها احطها في خليط الباتر ميلك والبيض اللي احنا عملناه، واطلعها منها على الدقيق تاني ونفض الزيادة لحد ما يبقى عليها التمويجات اللي احنا قلنا عليها دي قبل كده. وبعدين هنزلها في الزيت هي كمان درجة حرارة متوسطة 160-170 مئوية، واسيبها لحد ما تاخد لون ذهبي من كل الجوانب. إذا حسيتوا إنها بتغمق بسرعة نوطي عليها ونسيبها عشان تكمل سوا من جوه. وده شكلها بعد ما استوت، شايفين مقرمشة ازاي وعليها التمويجات الحلوة دي ولونها ذهبي. هي زي ما هي كده طعمها حلو، بس احنا لسه هنعمل لها الزيت اللي بيميزها، اللي بيميز الطريقة دي، اللي بيخلي لونها أحمر وحار كده. بناخد شوية توابل بنخلطهم مع بعض وبنزود عليهم شوية من الزيت، نفس الزيت اللي احنا نقلنا فيه الفراخ، ناخد منه شوية صغيرين ونحطهم عليهم. التوابل اللي عندي هي بابريكا مدخنة وشوية شطة على قد ما نقدر، هو المفروض يكون سبايسي، وشوية من السكر البني وبودرة الثوم، واخر حاجة اللي عندي منهم صغيرين دول ملح وفلفل اسود. الشطة والبابريكا هما اللي بنكتر منهم قوي عشان كده بيدوا للزيت اللون الاحمر. بعد ما خلطتهم كويس مع بعض من نفس الزيت السخن، وهو الزيت سخن يعني لازم الزيت يكون سخن ما يكونش بارد، ولما بحطه وهو سخن فوق التوابل بتفور وتعمل الشكل اللي انتوا شايفينه ده. الخطوة دي بعملها في الاخر خالص بعد ما اكون طلعت الفراخ وسويتها، علشان المفروض لما ندهن الصوص ده او الزيت ده فوق الفراخ يكون هو كمان لسه سخن جدا. الزيت لو برد هيخليها تطرى كده وما تبقاش مقرمشة. بندي بقى مسحة. متخيلين طعمه سبايسي قد ايه؟ اعتقد وصل لكم من المنظر. الزيت لونه احمر من كتر الشطة والبابريكا اللي احنا حطناهم. تتقدم ازاي الفراخ بتاعت ناشفيل دي؟ بتتحط على شريحة من التوست الابيض ويتحط فوقها الفراخ يتشرب من الزيت، الاتنين بيتاكلوا مع بعض، وغالبا بيتقدم معاها شرايح من الخيار المخلل. ده شكلها، وكده يبقى كملنا 3 وصفات من 3 بلاد مختلفة. بالهنا والشفا مقدمة لكل اللي هيجربها، واشوفك تاني على خير قريب، وباي باي.